مع على الهاتف استاذنا الكاتب الكبير استاذ مكرم محمد احمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذه مجدي. يعني الله يكون في العون. الله يكون في العون، ربنا يساعد. عبء كبير يا استاذ مكرم، انا عارفه. مهمة صعبة وثقيلة وأنت عارف كل شيء. وانا عارفه ان حضرتك يعني ما كنتش عايز تحمل هذا العبء، ولكن احساسك بالمسؤولية طبعا تفوق. الواحد أحيانا يعني يملك حق الاختيار. طب انا مش سامع الصوت كويس يا جماعه. طب استاذ مكرم، يعني ما هي المهام المنوط بها هذا المجلس؟ أهم هذه المهام بالفعل أن نتوافق على خارطة إصلاح للصحافة اليومية، سواء كانت قومية أو خاصة أو إلكترونية. نتوافق أيضا على كيفية ضبط إيقاع الأداء التلفزيوني في عدد سواء محطات الخاصة أو الحكومية. وفي جميع الأحوال مهمتنا كي أكون واضحا لا تتعلق على وجه الإطلاق بالرأي. احنا مش جايين عشان نصادر آراء، ولا جايين عشان نصادر حق الاختلاف، ولا جايين عشان نضبط إيقاع الناس ونقفل عليهم ونخليهم ما يقولوش. احنا جايين عشان الناس تقول صح، تقول معلومات مدققة، تقول مهنية حقيقية، لا تعمم قبل أن تتأكد من صحة التعميم، لا تتهم قبل أن يكون لديها الحد الأدنى من الأدلة التي تثبت هذا الاتهام. لا تطلق أحكاما جائرة، لا تتدخل في سرائر الناس وأسرارهم، لا تطارد الناس ابتزازا أو إكراها. جايين علشان الأداء الصحفي والإعلامي يلتزم المهنية والحرفية والدقة، وسيلتنا إلى ذلك إذا كان محتاج إلى قانون للمعلومات نسعى لإنشاء قانون المعلومات. الأولاد محتاجين إلى تدريب ودروس كمبيوتر طبعا، نفعل ذلك. إذا كنا محتاجين إلى أن احنا نغير العلاقات الموجودة الداخلية داخل مؤسسة صحفية، ولا بد أن تتغير عشان المناخ يصفو بعض الشيء. يبقى لابد أن نتغير حتى لو تعرضنا لسياسات قائمة. مش معقول إطلاقا يا أستاذة لميس يبقى رئيس التحرير صحفي ورئيس مجلس الإدارة صحفي والاثنين يقعدوا يشتبكوا مع بعض، هذا الاشتباك المريع. واحد فيهم يوقف الجورنان. ويصل الأمر إلى حد توقيف الجورنان ويقطع بدون حق مقالات وصيانة زائد عن الحد، زائد عن الحد، ونوع من تضخم الذات. يعني حتى لو افترضنا ان سبب رفع المشكله الكاتب ده ان والله انتقدك، طب ما احنا بننتقد ليل نهار، ايه المشكله؟ ده احنا المفروض نشجع ذلك، ده احنا اللي بنطالب بحق الاختلاف وبحق الراي. انا شايف ان العلاقات سيئه جدا في داخل المؤسسات الصحفيه، يعني وبتتدرج سوءا مستوى غزن وغيظك لمستوى حرب داعش وغمراء. وبالتالي اعتقد ان جزء من مهمتنا الاساسيه تغيير هذا المناخ. بدون تغيير هذا المناخ طيب مش هنحصل تربيه اجيال جديده. طب استاذ مكرم، تغيير المناخ يحتاج الى قواعد طبعا جديده. خليني اسال حضرتك الاول، هل نحن نتحدث عن ميثاق شرف جديد ام نتحدث عن قواعد جديده لاصدار الصحف؟ يعني ايه القواعد اللي هتحكم تغيير المناخ؟ يعني القواعد، في قواعد تنظيميه. نعم. ممكن نتوافق ونطلب من الدوله ونطلبكم، ها بلاش ان يبقى في رئيس تحرير صامتي ورئيس كبير ورئيس مجلس اداره صحفي، ها؟ بينما غايب بالمطلق اداري، ها؟ صيغه عضو مجلس الاداره القديم اللي كان بيقف في الاداره ويضبط ايقاع الاداره. ممكن انه مش اصدار الملاحق لا ينبغي ان يكون جزافا، ها؟ يكلف الدوله قد كده وتيجي تسالي على السيركوليشن والتوزيع تلاقي التوزيع هابط الى حدود. ممكن المجلات مش لابد ان تكون فخفاخه
ورق كوشين داري، ممكن أشياء كثيرة جدا. المصدر الذي يأتي بتكلفته نحوله إلى إصدار إلكتروني. نحتاج إلى قرارات شجاعة. أيضا كمان لابد أن نحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات اقتصادية. مش ممكن إطلاقا هذا الدكتور من المطابع يعمل 3 ساعات أو 2 ساعات في اليوم. مش ممكن. ده تبذيع كرامة. وبالتالي لماذا أن نطالب الحكومة بأن كافة كتب التربية والتعليم وغيرها من المطبوعات تحتكر طباعتها الصحف القومية والصحف الخاصة علشان تجد مصدر للإنفاق وتعتمد على دي. يجب أن تجد مصدر رزق. طب أستاذ مكرم، ربما أكتر حاجة يعني أثارت كثير من الفوضى في الوسط الإعلامي والصحفي هي المواقع اللي على الإنترنت، المواقع الصحفية التي لا أصل لها ولا قواعد، ولا اللي بيشتغلوا فيها من أسس صحفية ولا ينتمون لنقابات. المواقع دي هل هتدخلوا فيها؟ دي منطقة مهمة جدا. أنا بس هذه المواقع أنا بالكاد أقدر أقبل الصحفيين الإلكترونيين اللي هم بيشتغلوا في الصحف، إنما عدد الناس بتوع هذه المواقع واللي بيسموا نفسهم بلوجر يكاد يصل إلى 30,000 و40,000. ما أقدرش أتابعهم. بس لازم ينضم، لازم يكون في انضباط يا أستاذ مكرم. يعني هي دي النقطة، القواعد اللي يجب أن تطبق على هذه المواقع. تطبيق القانون القانون لابد أن يقوي على أنه مش ممكن إطلاق الموقع يحس على الكراهية، يشتم في الأقباط، يبدي فرحا لهذه الكوارث التي حدث ويمكن الإبقاء عليه. ومش ممكن موقع ومش م... المواقع مش بس بتبث على الكراهية، المواقع بتبث أخبار كاذبة. هنا بقى تطبيق القانون، فكرة أنه لابد أن يكون هناك قوانين بتكبد هذه المواقع غرامة فادحة. مظبوط. طيب. ده جزء من مهمتنا ان احنا نفكر في كيفية ان تكون هناك قوانين رشيدة. نعم. قوانين الحاكم بأمر الله، قوانين رشيدة تحاسب التعميم وتحاسب على عدم دقة الخبر وتحاسب على الخبر السيء المقصود، زي ما كل حزب تقليدية، زي ما في كل في الولايات المتحدة، زي ما في كل في العالم الديمقراطي. انما اطلاقا الذين يصورون ان مهمتنا ان احنا جايين عشان نكبت الاراء ونكبت الحريات ونقفل القنوات، اخذهم للاسف يعني مش ممكن. ولا احد ينبغي ان يزايد علينا في ذلك، لان كل الناس اللي موجوده لها تاريخ الحفاظ على حريه. أستاذ مكرم، قانون المعلومات، وحضرتك تحدثت عن قانون المعلومات، لأنه نتيجة غياب المعلومات بننتقل بقى إلى الرأي وإلى التحليلات وإلى المعلومات غير المدققة، فإحنا هنا محتاجين قانون المعلومات. فأرجو أنه جزء كبير مهم جدا من مهمة هذا المجلس هو قانون المعلومات، لأن إحنا فعلا محتاجينه. أستاذ لميس، أنه لما كانوا بيتكلموا في النقابة للأسف عن القانون الموحد، ابتصروا قانون المعلومات في مادتين او في 3 مواد. نحن لا نريد ذلك، نحن نريد قانون مفصل للمعلومات يمكن الصحفي بل يمكن المواطن من الحصول على المعلومات في الوقت المناسب. مش اطلب معلومه تجيلي بعد سنه او ما تجيش خالص. ايضا لابد ان اخطر، لابد ان اخطر واعرف لماذا الدوله او لماذا هذا الجهاز منع عني المعلومات التي اطلبها. صح. لابد ان يكون هناك فرصه لمراجعه امام قاضي الامور المستعجله. لابد ايضا ان تكون المعلومات بثمن زهيد. ايضا الاخطر من المعلومات الوثائق المدفونه في 1000 حجرات مغلقه في الدوله لا يتعلم منها الاجيال الجديده ولا الامه بتتعلم من تجاربها. اين وثائق حرب 56؟ واين وثائق؟ ليس في مصر حتى الان قانون للوثائق. مظبوط. بالكشف عن هذه الوثائق على الاقل بعد 30 سنه. وده المعمول بيه في العالم كله. تجربه الناس تكون موجوده امام الشعوب عشان تتعلم منها. نعم. بشكرك استاذنا استاذ مكرم محمد احمد، رئيس مجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.